أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قد من الله جل وعلا علي بالهداية ولله الحمد، ولكن قد قمت بأعمال سابقة من سرقة لبعض الأغراض من بعض الناس، فكيف أتوب من هذا العمل ولا يوجد عندي إمكانية مادية حتى أردها عليهم؟ الحمد لله أن الله من عليك في التوبة، ونسأل الله يثبتنا وإياك. أما حقوق الناس فلا بد أن تؤدى إليهم أو أن يسمحوا عنها، وإذا كنت في الوقت الحاضر ما تستطيع تكتبها دينا في ذمتك، فإذا استطعت فحاول إيصالها إليهم، أو إن كان أنك تستسمحهم ولا يحصل عندهم ردة فعل تستسمحهم، تطلب منهم المسامحة، والمؤمن هين اللين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.